أعرب عصام حماد مدرب فريق الزوراء عن رضاه التام عما قدمه لاعبوه أمام القوة الجوية بالكلاسيكو العراقي خلال المباراة التي أقيمت على استاد الشعب وحضرها أكثر من 50,000 متفرج. وأكد حماد أن المستوى الفني للفريق كان جيدا وأن اللاعبين كانوا يستحقون النقاط الثلاث، موضحا أن التنظيم السيء ودخول الجماهير إلى المضمار تسبب في ضغط كبير على الفريق وقرارات حكم اللقاء، بدليل أن اللاعب الذي تسبب في ركلة الجزاء كان يستحق الطرد، لكن الحكم تغاضى عن إنذاره حتى تنتهي المباراة بسلام. وكان الزوراء قد تعادل مع الجوية ليرتفع رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني.